تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. تبقى قاعد في امان الله، لا بيك ولا عليك، تبص تلاقي الضحك هجم هجوم غير عادي عليك وانت قاعد تعمل حاجه، بتتفرج على شيء، تصادف فيديو في فيديو في فيديو، تبص تلاقي قناه الزمالك جت في وشك، فبتضطر من العنوان تخش على الفيديو تسمع بيقولوا ايه. تتخيل يا فندم بيقولوا ان شيكابالا ما يقلش عن ميسي، وان شيكابالا لو كانت توفرت له الظروف اللي توفرت لميسي كان زمانه بقى زي ميسي واحسن كمان. ازاي يا كابتن؟ هو كده، ده شيكابالا اسطوره. اسطوره ازاي؟ اسطوره يا كابتن. اه اسطوره يا باشا، اسطوره ورمز. رمز ايه؟ رمز النادي الزمالك. رمز النادي الزمالك. اه رمز النادي الزمالك. معقوله؟ اه معقوله يا عم. ازاي يا عم؟ هو كده شيكابالا لو كان اتوفرت له ظروف ميسي كان بقى زي ميسي واحسن، وشيكابالا اسطوره الاساطير. طيب تعالوا في 3 دقايق نشوف قناه الزمالك قالت ايه على ميسي وشيكابالا، وجه التشابه ما بينهم، ونرجع نكمل كلامنا ونكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف الطبل على اصولها والهلس على اصوله، ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. الشباب لعب في كاس العالم في هولندا وانا كنت موجود معاهم في نفس الفندق، وكان مجموعتنا فيها الارجنتين، والاول ظهور لميسي كان في كاس العالم للشباب. صحيح. وشيكابالا كان موجود عنده 18 سنه وميسي كان عنده 18 سنه، بس في فرق. يعني المنتخب الارجنتيني لما قعدت معاه، على فكره عشان اعمل حوار مع ميسي، وكان اول صحفي عربي مصري يعمل حوار مع ميسي في مدينه الشيخ زايد الهولنديه، كان 2005. وحتى ساعتها انا كتبت العنوان في الاهرام، احفظوا هذا الاسم. لا والله. اه والله. ورضي يعمل معاك حديث؟ ده انا جبت كلام. ما حدش عارفه لسه، كان جاي من برشلونه. لسه معاه والدته على فكره. كانت معاه والدته ووالده، بس برشلونه موفر له طبيب نفسي يتعامل معاه، وموفر له واحد ازاي يتعامل مع الميديا. فطول الوقت كان ميسي على الانترنت مع ازاي يتعامل مع الميديا، ازاي يتعامل مع الاعلام. انا علشان اخد ميعاد وانا معاه في نفس الاوتيل، بفطر معاه واتغدى معاه واتعشى معاه، خدت 4 ايام عشان اجيب مترجم واعرف اعمل حوار. شيكابالا كان موجود، بس شيكابالا كان تنقصه الامكانيات اللي توفرت لميسي. يعني شيكابالا مهاراته لا تقل عن مهارات ميسي، لا تقل عن مهارات ميسي. شيكابالا معجون مهارات، شيكابالا ساحر كره القدم. ده انت عايز سجوك دلوقتي على سجوك. لا انا قلت كلمه عايز سجوك دلوقتي على مهارات شيكابالا، مش تقل عن مهارات ميسي. لا تقل عن مهارات ميسي. يعملوا عليك يعملوا يا خالد. مصيبه حزينه. هذا رايي. شيكابالا هو عنوان كره القدم. اللي ما اتفرجش على شيكابالا ما اتفرجش على كره القدم. ما هو بالظبط. بص انا عايز افهم الناس بس كلامك. لو جبت شيكابالا عنده 11 سنه وجبت ميسي عنده 11 سنه وحطيت الاثنين في برشلونه، وده عنده 10 سنين او ده عنده 10 سنين، والاثنين حطيتهم في برشلونه، والاثنين اتوفر لهم كل حاجه لصناعه النجم، تمام؟ من هو 10 سنين. ما انا كلمت لك ده، انا عايز اوصله للناس ان الموهبه بس. انا عايز اكمل لك يا خالد. برضه شيكابالا لو حط في نفس الظروف دي هيبقى ميسي برضه. لا انت طالع خدمه بره. اه لكن انا بتكلم على مهاراته وامكانياته. وفرت ميسي راح برشلونه وعنده 12 سنه، جابوا والدته ووالده وشغلوهم في النادي وعملوا له مدرسه جوه نادي برشلونه. ده كلام هو ليه؟ ده كان عنده ماشي. هو كان عنده انيميا، وكان عنده انيميا، وكان عنده مشكله في النمو، وعنده مشكله في النمو، كان بيكلفه حوالي 10,000 دولار شهريا عشان العلاج اللي بياخده. وقال والدي ووالدتي ما قدروش يوفروا ده، لكن برشلونه وفر له ده. برشلونه تولاه من 12 لغايه 18 سنه ما لعبش كوره. لغايه 18 سنه ماتش واحد لعبه مع برشلونه، ثم راح لعب معاه كاس العالم مع منتخب الارجنتين. الامكانيات اللي توفرت لميسي لم تتوفر لشيكابالا. شيكابالا كان رايح مع الكابتن محمد رضوان مدير فني وقتها، كل واحد يشد حيله يا رجاله. لكن ده معاه طبيب نفسي، معاه محلل نفسي، معاه واحد يعلمه ازاي يتعامل مع الميديا. حضرتك هو خد احسن لاعب في كاس العالم في الشباب 2005. اه خد احسن لاعب. واحنا مجموعتنا مجموعه في العقليه بقى، في العقليه بالظبط، المنتاليتي. المنتاليتي بتاعتك ايه؟ لكن شيكابالا لو خد الرعايه والاهتمام اللي توفر لميسي، يا جماعه انا مش بقول الكلام اللي هو قال زيه زي ميسي. عارف ان كلامك ده شيكابالا نفسه اعترض عليه؟ انت شفت شيكابالا في نهايه كاس العالم؟ ما ميسي كسب كاس العالم، شيكابالا كان عنده فرق. اه طبعا بيحبه. مين ما بيحبش ميسي؟ انا بحب ميسي. كلنا بنتفرج. ميسي لاعب فنان، فنان في الملعب، مش مجرد لاعب مجتهد، لا فنان. كريستيانو رونالدو مجتهد في الملعب، لكن ميسي فنان، موهبه
في الملعب اعتقد مش هتكرر الا بعد سنوات طويله. مش بقلل من ميسي، لكن مهارات شيكابالا هو متعه كره القدم في الملاعب المصريه، ويكفي ان هو اول ما ظهر وميسي موجود كاس عالم شباب 2005. ده بالنسبه لشيكابالا، شيكابالا اسطوره وهيبقى اسطوره لجماهير نادي الزمالك، واسطوره بالنسبه لنادي الزمالك وفي تاريخ نادي الزمالك، علامه مضيئه، رمز من زي كل الرموز اللي عملت على تاريخ نادي الزمالك، كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق جعفر، كابتن خالد غدور، كل الاسماء. الحاوي ده ساحر بالنسبه لي، انا ما اعرفش كان ازاي هو ربط الكره في رجله ولا ايه بالظبط، بستمتع بالحاوي حماد عبد اللطيف. فاذا شيكابالا هيبقى اسطوره كره القدم عند جمهور نادي الزمالك وعند الكره المصريه بصفته لاعب موهوب ولاعب حريف لم تتوفر له الرعايه. سمعتوا حضراتكم الكلام اللي يعني ما فيش عاقل يعني يسمعه الا لما يعني الا لما يضحك المجنون بس، او اللي عنده تخلف عقلي بس هو اللي ايه يهز دماغه ويقول الله ايوه صح شيكابالا هو اللي هو، والواد اللي ما جابتوش ولاده وتوفرت له يعني سبل النجاح كان زمانه هيبقى اعظم لاعب في العالم. يا جماعه الموضوع مش موضوع عند ومش موضوع شيكابالا كويس او وحش او احنا اهلاويه وهو زملكاوي، في حاجات كتير بتتوفر للاعب عشان يبقى ناجح ويبقى اسطوره. سيبك من نقطه الاسطوره احنا هنعلق عليها، لكن هو كمهاري او كلاعب عالمي هيبقى زيه زي شيكابالا؟ هيبقى زيه زي ميسي؟ عفوا، اولا شيكابالا نفسه قصير. شيكابالا منذ ان كان لاعبا صغيرا وهو له مده معينه في المباراه بيلعب 10 دقائق 8 دقائق 11 دقيقه بيعمل دور معين، لكن اللاعب الكامل المتكامل مختلف تماما عن اللي بيحكوا فيه. الموضوع مش مهاره بس، انا عايز اقول لكم ان سماكه، عمرو سماكه اللي كان بيلعب في الاهلي، قد شيكابالا 10 مرات. يعني في لعيبه كانت في انديه على اعلى مستوى بترقص وبتلعب دبل كيك وبتلعب بشكل مهاري على اعلى مستوى، ولكن ما نجحتش. الموضوع مش موضوع مهاره وحرفنه، 99% من شعب مصر حريفه، لكن الموضوع الاستمراريه مش في العقل بس، في المجهود البدني، في قوه الشخصيه بتاعه اللاعب نفسه. شيكابالا احترف في كام نادي؟ نجح في اي نادي فيهم؟ طيب هو محمد صلاح لما كان في المقاولين واصر على حلمه انه يحقق حلمه، هل كان في حد بيرعاه في اوقات معينه، ولا كان بينحت في الصخر لوحده علشان يعمل اسمه؟ الموضوع ملوش علاقه بالحرفنه او له علاقه بالمهاره. لعيبه كتير في الدوري المصري حريفه ومهاريه، قد شيكابالا 900 مره، وتقول لي زيه زي ميسي؟ يا راجل قول كلام يعني قارن حاجة بحاجة. ما ينفعش انا اقارن جميز بتفاح امريكاني عالي الجودة. في فرق بين ان انت تقارن بين شخص وشخص وتقارن بين مستوى عالي بحاجة قليلة خالص. بس هما معذورين، عايزين يصنعوا من شخص من لا شيء شيء، لان هما اصلا ما عندهمش اساطير دلوقتي. مين الاسطورة اللي ممكن تتغنى بيه في الوقت الحالي؟ فين اللاعب القدوة اللي ممكن تاخده كقدوة او كرمز للنادي؟ مفيش، كلهم رموز قدامى لنادي الزمالك. لكن هنيجي بقى لمنطقة الاسطورة، هو اسطورة، طب هو في اسطورة يرفع الحذاء لجماهيره؟ طب هو في اسطورة يقول لجماهيره خلاص انا مش لاعب تاني؟ طب هو في اسطورة يشاور على منطقة حساسة في جسمه ويقول رئيس نادي انا هحطك هنا؟ طب هو في اسطورة يتخانق مع حسن شحاته في احدى المباريات لما كان حسن شحاته كان بيدرب نادي الزمالك ويقول انا انت عرفتني في عشتي انا مش هلعب معاك يلي 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 يلي؟ هو في اسطوره يعمل حركات مبيقه لجماهير الخصم؟ هو في اسطوره يطلع ويقول ده مرتضى فيه وفيه وفيه، ومرتضى يطلع يرد عليه يقول له ده انت شحات وكنت بتاخد الاحذيه من امير كان بيشحتك الاحذيه بتاعته؟ هو في اسطوره يتراشق بالكلام مع اي شخص؟ هو في اسطوره يتخانق مع رئيس اتحاد الكوره المعين مجاهد ويخلي منظرنا وحش قدام العالم كله؟ في اسطوره يعمل حركه يعني كلها قله ادب لجماهير نادي حتى لو شتمتك وتجر المشاكل؟ في اسطوره يرقص بعد كل ماتش على مدار 20 سنه ابطال على مين مش عارف مين تعالوا بصوا الثالثه؟ في اسطوره يعمل كده؟ الأسطورة أخلاقية رقم واحد، ثم لعبا، ثم دوره في المجتمع إيه؟ ما أنا عشان أبقى أسطورة لازم يبقى ليا دور في المجتمع،
عنصر مؤثر في المجتمع. الموضوع مش كرة وبس، ما لو على الكرة انا اجيب لك واحد عرباجي بيلعب كرة احسن من ميسي، بس هو الموضوع ما بيقارنش كده. الموضوع مش لعب، الموضوع بره الملعب وخارج الملعب، الموضوع اخلاقيات، الموضوع انضباط، الموضوع اصرار على الهدف. انا مش رقصت لي ترقصتين ابقى احرف لاعب في العالم وابقى اسطوره، بس اللي بيقدمه قناه نادي الزمالك ده ضحك غير عادي. حتى خالد فطوطه قال له ده انت هتتقطع دلوقتي لما انت بتقارن ميسي او بتقول على ان شيكابالا يبقى زيه زي ميسي. قال له لا ما يهمنيش، ما يهمنيش يا خالد، انا يا خالد ما يهمنيش يا خالد، يا خالد ما يهمنيش. ايوه ده انتوا بتفرحوا بالناس لما بتتكلم عليكم، ما انتوا اصلا ما حدش بيعرفكم ولا حد بيتكلم عليكم، ولكن انتوا بتفرحوا لما حد بيتكلم عليكم وبيجيب سيرتكم. بس الغريب والكوميديا ان الاصرار ان عايزين يعملوا من شيكابالا حاجه وهو ولا حاجه. يا جماعه هاتوا لاعب له قيمه وله شأن وتكلموا عليه، ولما تيجي تقارنه قارنه لاعب مصري بلاعب مصري، لاعب محدود المستوى بلاعب زيه محدود المستوى. ما يجيش انا بتكلم على واحد عنده 36 ولا 37 سنه بواحد عملاق زي ميسي ولا زي رونالدو. الناس دي اساطير، والناس دي زيها زي نجوم كبيره. ما ينفعش انا اقارن مثلا اقارن حد في التمثيل مثلا شاب لسه طالع بواحد زي عادل امام او واحد زي عمر الشريف او واحد زي احمد رمزي او واحد زي حسن يوسف او زي ناس يعني لهم يعني برواز كده في السينما المصريه. لا ده حاجه وده حاجه تانيه. لما يجيب بطولات الشخص ده او يجيب انجازاته او يحقق اللي حققه نبقى نقارنه بيه، لكن ده هو فشل في نادي الزمالك. البطولات اللي حققها مع نادي الزمالك 2 دوري، واحد كسب الاحتواء، 3 دوري، 4 دوري، ايه اللي عمله مع ناديه؟ ايه اللي عمله مع منتخب بلاده؟ ايه الاسهامات اللي ساهمها يعني شيكابالا في منتخب مصر؟ ايه هي؟ لا شيء، ملح، زي خالد الغندور، 0 بطولات، 0 انجازات. ايه الجوائز اللي خدها على المستوى القاري؟ هل حقق اي بطوله على المستوى القاري غير الكونفدراليه اللي خدها بالاحتواء وجنش لما كان راقب بالكوره داخل الملعب؟ لكن لما يبقوا في ضحك يعني ومسرحيه هزليه كده ما ينفعش ان احنا نسيبها ونعديها كده ونقول ايه لا دول بيتكلموا خلاص. يعني المفروض يبقى المتكلم يعني حتى لو مجنون المستمع لازم 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 يبقى عاقل علشان يرد عليكم ويرد على هذا الهراء. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه تقارير الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.